أما هلأ نيرمين خلونا نروح لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، نتجول بعالم النجوم، نتعرف على أهم الظواهر الفلكية اللي راح يحملها تقويم عام 2023 وأهم أنشطة ومشاركات الجمعية الفلكية السورية مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية. يسعد صباحك. صباح الورد، صباح هيك البردات الحلوين هذول اللي بيعملوا هيك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. كونه بلشت بموضوع البردات مستمرين، سمعتك عم تقول تحت الهواء اسبوع هلا تماما حسب نشره المديريه العامه للارصاد الجويه اللي عم تقول انه فعلا هلا مستمر لاسبوع، لكن الفكره انه هلا حيلاحظوا الناس انه الشمس طالعه لكن درجات الحراره منخفضه جدا، هي يعني البرد الصحراوي. طيب شو سببه؟ يعني اذا بنلاحظ السنه هي بالذات صار في اضطرابات مناخيه غريبه، يعني عاصفه بامريكا ثقيله كثير، ثلوج هائله جدا، الكويت امطار غزيره وثلوج، السعوديه امطار غزيره، العراق كان فيها عواصف غير مسبوقه مطريه قويه. وعلى فكره كان هذا المنخفض الله سبحانه وتعالى يعني نقل، كان المفروض يكون فوق منطقتنا. عم نلاحظ الشيء اللي عم يصير بسبب الاحتباس الحراري، يعني هذا كله بسبب الاحتباس الحراري، مثل ما لاحظتوا تحت الهواء كنا عم ندردش على موضوع المربعانيه والامور الانواء كما تسمى بعلم الفلك. كان معروف دائما انه النوء الاول والنوء الثاني بالشتاء هو من اصعب الحالات الجويه البارده، لكن من بدء الاحتباس الحراري لليوم تغير هذا الكلام. اذا بنلاحظ السنه الماضيه كان ادار اجانا منخفض قطبي كثير بارد بادار، اذا بتتذكروا السنه الماضيه. للاسف الشديد هذا الشيء متوقع. ليش؟ لانه الاحتباس الحراري ما تعالج، رغم المؤتمرات اللي عم تصير والاجتماعات اللي عم تصير، موضوع الاحتباس الحراري لم يعالج. لكن اتوقع نتيجه ما حدث هذا العام اكيد العالم العام القادم فعلا راح يلقوا ناقوس الخطر، لانه العاصفه اللي صارت بامريكا اللي كانت شديده جدا واوقفت وشلت حركه المطارات وكان فيها ضحايا للبرد القارس، اضافه الى شيء اللي تعرضت له الكويت من ثلوج لاول مره بتاريخها، هذا كله بيدعو. ونحن بسوريا عادة بهي الأيام بتكون أيام توارد الأمطار أكثر، صحيح، والجو القطبي أقل. يعني لسه نحن بيقولوا خبي فحماتك الكبار لعمك أدار وهالكلام الشعبي حلو، نحن لسه بأول المربعانية لاحظنا أنه الخريف كان ماطر، صح، نسبة الأمطار عالية، دخلنا أكثر. الشتاء جاف جاف، إذا صار في شيء غريب مختلف عن تماما. والشيء المختلف رح يتاكد عند الناس اكثر لما يلاحظوا الايام القادمه بشده البروده الجافه اللي هي البرد الصحراوي، اضافه لهالشيء للتخبطات والتغيرات المناخيه، بارد بارد بارد، ما بنجي ليوم شوب مثل العاده، لا بيجي لمنخفض قطبي. فهي التغيرات اللي كنا عم نحكي عنها، والجزء الاكبر منها ناتج عن تفاعل الانسان مع البيئه اللي هو الاحتباس الحراري. حكينا كثير بحلقات سابقه تماماً عن الاحتباس لكن الحراري، لكن اليوم الناس والنتائج الكارثيه يمكن الطبيعيه المناخيه صحيح. رح عم تنعكس على العالم بشكل عام. بس خلينا نحكي البرد مستمر، فينا نقول في ظواهر فلكيه رح نتفاجئ فيها، رح يكون في اختلاف مثل هي السنه. تمام، هلا ظواهر فلكيه حاقسم السؤال لقسمين، البرد مستمر مستمر لانه الساعه بأول الشتاء يعني لسه بأول المربعانية يعني لسه تماما، هين هو السؤال الحلو، يعني سقيع مش البرد اللي تماماً. متعودين عليه، هون السؤال الحلو للأسف هذا المستمر، هذا اللي نحن مو متعودين عليه زيادة، هذا هو المستمر، هذا اللي حيكون العنوان الرئيسي للشتاء. لا لا بس يعتلج، بس ما في لا مطر ولا ثلج طول الوقت تماما، يعني صحراوي يعني برد كثير مزعج. أما الأحداث الفلكية لعام 2023 بصراحة هي اللي فاجأتنا. هلا نحن مقبلين على عام حتى بالاحداث الفلكيه كان متوقع انه يكون جاف، بمعنى ما حيتصير بسوريا لا كسوف ولا خسوف، ما عندنا غير هطلين شهابيين، لكن تفاجئنا بدخولنا بكانون الثاني بمرور مذنب، هذا المذنب مداره 50,000 سنه، يعني كل 50,000 سنه بيطلنا علينا مره، من 50,000 سنه ما طلع الارض. الان يدخل مدار قريب من الارض، طبعا قريب بمعنى مئات ملايين الكيلومترات، سيصبح مشاهد الان بالتلسكوبات، هو مشاهد حتى 12 شباط. اذا متوقع واذا ازداد اضاءته ممكن انه يمر يومين ثلاثه مشاهد بالعين المجرده. طبعا هذا الحدث الفلكي اولا جميل جدا، يعني كان مفاجئ فعلا وممتع جدا، طبعا شتاء وغيوم وكذا، نحن عم نستنى الايام الصافيه القادمه لحتى شو هي الايام الاحتمال انه نشوفه بالعين المجرده؟ من 20 كانون الثاني ل 12 شباط.
يعني هالايام بتلاقوا مثل المذنب راسه زير وهيك عم يمشي بالسماء، يا رب بس يصير مصطاح بالعين المجرده، يعني قبل منتصف الليل يعني حتى فترته جيده، يعني مو انه ساعات الفجر الاولى الناس نايمه، لا بالليل يعني 11 12 نحن عم نحكي، بيطلع عند قريب من كوكبة الدب الاصغر، يعني قريب من نجم القطب، اللي هو سهل تحديده بكثير بكل بساطه، هذا المذنب مداره كان 50,000 سنه مره، عبوره جميل جدا. الان نحن صورناه اكثر من مره بالتلسكوبات، شباب الجمعيه صوروه بالتلسكوبات، لكن ننتظر الايام الصافيه، الان اخترب صار واضح اكثر. هذا يمكن خلينا نسميه عنوان 2023 كان المفاجئ، اللي هو عبور مذنب، اللي من هو اندر المذنبات. طبعا في عندنا نحن كسوف وخسوف، حيكون بالعالم كسوف وخسوف، كسوفين وخسوفين، لكن غير مشاهدين بسوريا. الشيء الحلو عندنا السنه الارتباط هلال رمضان مع الاعتدال الربيعي مع عيد الام بأدار 21 أدار ل 23 أدار، موعد التماس هلال نهاية شعبان وبداية رمضان رح يرتبط مع عيد الام مع الاعتدال الربيعي، فان شاء الله هذا الميزه لرمضان السنه رح يكون اول رمضان بالربيع. يعني كل رمضاناتنا السابقه من 11 سنه كانوا بالصيف، صحيح هلا حنقلب بقى، حيكون بدايه رمضان معنا مع بدايه فصل الربيع، وهذا الشيء كثير كثير مميز. الاجواء حتى حتكون ما يعني ما بيتاخر فصل الربيع او الصيف، يعني بما انه عم نشوف تقلب مناخي كبير. هلا نحن حنحكي على الجو، برافو عليكي، انه هل هلا هو رسميا موعده هيك، لكن هل سيتاخر ربيع. تماما صح. اما هل سيتاخر؟ نعم بالفعل. الفكره انه مو راح يتاخر، بالعكس راح نتفاجئ بالصيف مبكر. يعني عكس المتوقع، الشتاء رح يكون محدود، لكن الصيف بسبب ما زلنا عم نحكي بالاحتباس الحراري رح يكون كالعادة كبير، لكن سنشهد أيام باردة خلال أدار، أيام باردة جدا يعني مثل ما صار السنة الماضية، هذا متوقع من خلال يعني أولا حركة الغيوم وإلى آخره. أيضا الأحداث الفلكية السنة يعني نحن عم نترقبها في عدة أمور السنة عم ننتظرها، منها موضوع البقعة الشمسية يلي إلها تأثير كتير كبير، يلي نحن الآن بدورة بقعة شمسية ذروتها بعام 2025، اقتربنا من عام 2025، بدنا نشوف يا ترى هالبقعة الشمسية شو حاملة تأثيرها علينا؟ يا ترى هل ممكن تأثر على المناخ؟ هل ممكن تزيد من حدة الاضطراب المناخي؟ هل تسبب عواصف رملية؟ هي آخر الدراسات يلي عم يتم العمل عليها، ربط الرياح الرملية والعواصف الترابية مع العواصف الشمسية، ربط موضوع البث التلفزيوني والإذاعي والأقمار الصناعية مع العواصف الشمسية، ربط طقس الفضاء مع العواصف الشمسية، هذا كله عم نشتغل عليه، عم نشتغل عليه عالميا. بعام 2023 في عنا لاحظنا زيادة بالبقع الشمسية، وبالتالي هل يا ترى هذا له مساهمة ما بحالة الطقس؟ هل يا ترى حتى بعض الأوبئة مثل كورونا ارتبطت بالنشاط الشمسي وضعف النشاط الشمسي؟ كله هذا العام 2023 متوقع انه يعطي اكتشافات لهالشيء، يعني خاصه مع تغيرات كورونا بين مد وجزر عم ترتبط كانه من ناحيه ما من خلال المتابعه مع نشاط وقله نشاط الشمس، وبالتالي ارسال فيتامين د او هي الاشعه المفيده، جزء من الاشعه المفيده للانسان. فاذا ايضا هذا الموضوع عم ننتظره بعام 2023. المهمات الفضائيه بعام 2023 عندنا جيمس ويب، يلي العام 2023 راح يكون العنوان الرئيسي له جيمس ويب واكتشافاته، وخاصه بافتتاح عام 2023 افتتح لنا جيمس ويب عام 2023 بخبر هام جدا، اكتشاف كوكب صخري شبيه بالارض، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه على احتماليه وجود اخرين في مجرتنا على الاقل. يعني صرنا لما نحكي عن اخرين كنا نحكي بامور صعبه جدا، الان بلشت تتفكفك اللوحه، الان في كواكب صارت شبيهه بالارض. جيمس ويب يملك هذه التقنيه الهائله التي تكتشف الكواكب بمجرتنا حتى اليوم، والتي قد تملك غلاف جوي وقد تملك الماء الصالح لحياه تلك الكائنات الحيه. اذا هي العناوين الرئيسيه اذا نحكي عن عام 2023 بعد عام 2022 اللي كان عام خلينا نسميه تمهيدي بهبوط اعاده الهبوط على سطح القمر بارتميس 1، طبعا هلا عم يتحضر لارسال انسان على القمر، اضافه لهالشيء لجيمس ويب اطلاقه، للوصول مسبار الامل الاماراتي، والان مسبار راشد اللي حيهبط على سطح القمر كاول مسبار عربي يهبط على سطح القمر، كمان هذه من الانجازات العربيه اللي عم ننتظر نتائجها بعام 2023. يعني فعلا شيء جميل. نشاطات فلكيه مثل ما قلت مهمه ناطرتنا بال 2023. خلينا نرجع معك لبدايه العام، وكان لك تصريح شوي هيك عمل بلبله بما يخص موضوع الابراج والتوقعات.
خلينا نضوي عليه اكثر. يعني انت بتصريحك قلت انه ما في شيء اسمه ابراج، كل هاي الابراج والتوقعات اللي عم تطلع معنا صحيحه، فخلينا نوضح اكثر للناس. تمام، لما اقول ما في ابراج اقصد ما في الابراج اللي عم يحكوها المنجمين، هاي الابراج اللي بيطلعوا كل راس سنه بيحكوها برج الحوت برج الجدي، هذا الكلام ما له دقيق. هذا الكلام وضعوه البابليين قبل 4000 سنه، كان ما عندهم كانون الثاني شباط اذار نيسان، فسموا الاشهر باسماء كائنات كانت موجوده بحياتهم ونقلوها إلى السماء، فكانوا يراقبوا الشمس وين تنزل، فتخيلوا خطوط وهمية. هذه الخطوط وهمية غير موجودة أساساً، رسموا من خلالها أشكال أيضاً تخيلية، فنتج معهم أشكال الأبراج. لكن إذا جينا للواقع العملي، للواقع الرصدي، للواقع التطبيقي، منلاحظ أن الأبراج اللي وضعوها البابليين تجاهلوا فيها البرج رقم 13 اللي هو برج الحواء، هي واحدة. اثنين، تقسيمتهم كانت خاطئة، لانه هن بيعتمدوا على نظام العد السداسي، يعني نظام 12 12 12، فاضطروا يقسموا السنه على 12 برج. لكن هي فعليا السنه لا تقسم على 12 برج، السنه تقسم على 13 برج. ليش؟ يعني الشمس لما بتمر بمدار الابراج بتنزل ب 13 برج، يعني في مكان بتنزل فيه الشمس غير محسوب حتى تزبط القسمه معهم. لانه هن حطوا لكل برج 30 يوم، بس هو ما في ولا برج 30 يوم. برج مثل برج مثلا العقرب على سبيل المثال 8 ايام، العذراء 48 يوم او 42 يوم، الحواء حوالي 14 يوم. اذا ما في عندنا ولا برج 30 يوم، فبالتالي المسافه اللي بتقطعها الشمس لراصد على الارض ليست متساويه بقطاعاتها. فالاشكال الذي وضعوها هي اشكال وهميه من 4000 سنه، من 4000 سنه لليوم تغيرت. يعني انتم نفسكم الابرج اللي انتم معتقدين انه هو برجكم، راح تتفاجئوا لما تطلعوا معنا بليله رصد انه لا، هذا مو برجنا. بسبب الحركة التربنحية للأرض انزاحت الأبراج، تغيرت ترتيبة الأبراج. هذا علم. طيب، احنا عم نحكي شيء علمي الآن، وبالتالي 1% من الناس بقي برج نفسه. بس بالأخير الأبراج والفلك هو علم، يعني التنجيم وليس الأبراج. مش التنجيم هنا، بعيدا عن التنجيم، الأبراج والفلك، دائرة الفلك هي واسعة، كل العالم تقعد ترصد. نحن بنعرف لما نحكي عن الأبراج بيقعدوا بيرصدوا هي الأبراج على أساسها بيتم تفسيرها على الكتب. يعني نحن أنت عم تنصف نظريا مش تنجيم، بعيدا عن التنجيم نحن عم نحكي عن أساتذة موجودين، عم تنصف نظرية عمرها مئات السنين. لا هي منظر. مش تنظيم، يعني التنجيم نحن بنعرفه اللي بيقول لك بيض لك الفال، هذا التنجيم. نحن عم نحكي عن علم الفلك والأبراج، هو بعيدا عن التنجيم. كثير حلو. أولا ما في شيء اسمه علم التنجيم، هذه من العلوم الزائفة. مش عل... احنا عم نقول لك مش تنجيم. اما يعني بصير انت تزدند... لا لا لا، اللي بيدرسوا حركه الكواكب او حركه هبوط الكواكب بالابراج اللي هي عم تقصديها، هذا كله خاطئ. لانه ما في ولا منجم او ولا حدا بيحكي بيقول عن حاله عالم فلك وبيطلع على الشاشات ويقول والله اليوم برج الحوت وبرج الكذا عنده تلسكوب او يمتلك ادنى المقومات العلميه ليرصدها. اما العلماء او مثل ما تفضلت هن بيرصدوها بيترجموها على الكتب. ما في، يعني هن بيرصدوها، يعني انا ما فيني ارصد برج، هن بيرصدوا البرج وانا بشتري كتاب بقرا، مش انا صاحبه البرج. هل هن بيرصدوها؟ هذا السؤال. هن ما عندهم الامكانيات العلميه اساسا ليرصدوها، يعني اذا نطلع على شهاداتهم هي اساسا مشاهدات علميه، وبالتالي كثير نقطه مهمه. اما العلم فهو واضح وصريح ودقيق في هذه الناحيه، انا ما عم احكي كلام شخصي، هذا كلام علماء الفلك كلهم مجتمعين. الابراج لا تؤثر على الانسان اطلاقا، لا يوجد اي تاثير على الانسان اطلاقا اساسا. بالرياضيات وبالفيزياء معادله ماكسويل واضحه، معادله نيوتن واضحه، تاثير الثقالي لاي جسم على الانسان واضح. من خلال المعادلات بكل بساطه طالب بكالوريا بيقدر يستنتج انه تاثير الكواكب والنجوم على الارض معدوم. طيب، معدوم عدا القمر والشمس. طيب، بنلاقي بعض الاشخاص او نحن اذا بدنا نحكي الابراج او توقعاتها هي مانا دقيقه او مانا صحيحه، ولكن بنشوف مثلا صار في سمات عامه مثلا بتصف فيه مثلا برج او ما راح اقول برج، راح اقول مواليد شهر ايار، بتصف يعني بنقاط معينه بتلاقيها عن جد كل الاشخاص الولدانين بهذا الشهر عندهم مثلا حاله العنت، حاله المزاجيه الى اخره، هي كيف بدنا نفسرها؟ كثير حلو، نرمينا نميز اول شيء، اولا نحن ما بنربط، انت قلتي كلمه كثير جوهريه، يعني مواليد شهر محدد، فهذا الشهر محدد نتيجه البيئه بهذا الشهر، تكون المواليد في منطقه محدده اولاد البيئه، يعني الام الحامل اللي بتولد بفصل الشتاء بيكون ابنائها
متصلين ببيئه الشتاء، بيتصفوا بصفات فصل الشتاء، مو الابراج، الاشهر، مثل ما تفضلت بكلمه مهمه جدا. اذا الشهر هو الذي يؤثر على الحاله النفسيه للام عند الولاده وبيطلع الجنين. اما الصفات خلينا نسميها العامه المكتوبه التي تقرا على بعض وسائل الاعلام، نقطه كثير مهمه، هي مطاطه، يعني تصلح لكل الاشخاص، يعني ما في انسان ما له عنيد، ما في انسان ما بيحب المديح، ما في انسان ما بينزعج من الذم، هي صفات عامه، وهناك قواعد علميه بنيت عليها ودرست بشكل كثير كثير كبير، على فكره حتى القانون السوري، القانون السوري لاحظ موضوع الابراج والتنجيم ودراسه حركه الكواكب والى اخره، ونص بالماده 754 انه يعاقب بالحبس وغرامه ماليه بدون ذكرى من يتعاطى بالتنجيم والابراج والى اخره وتصادر الممتلكات. اذا لو ما كان هذا الموضوع يسبب خطوره على مجتمعنا ما كان لاحظها القانون السوري. اذا هذا موضوع كثير خطير، ليش؟ لانه بكبلنا، صرنا نحن بدنا نسمع برجنا، والله اليوم انت يا برج الجدي، انا برج الجدي لانه 19/1 محظوظ. ما في حدا بيتقيد، هي العالم ممكن تقرا الابراج بسبب الحاله العامه المزاجيه اللي تتفائل شوي، اما ما في عالم بالمجمل. بس خليني نحكي ختاما لانه ما كثير العالم رح تتفق مع بهي النقطه، اهم الظواهر الفلكيه اللي رح نشهدها بعام 2023 ممكن فعليا نشاهدها بالعين المجرده، لانه نحن بننبسط بس نشوف تماماً. هي الظواهر. هلا اهم شيء يمكن نحن ممكن نشاهده بالعين المجرده هو كوكب عطارد بعام 2023، ايضا من المميزات الجميله جدا، كوكب عطارد من الكواكب الصعب جدا رصده ومراقبته ومتابعته، لانه دائما مرتبط مع الشمس، دائما قريب من الشمس، لكن بعام 2023 مدار كوكب عطارد رح يكون فرصه لمتابعته بالعين المجرده، خلال معظم ايام عام 2023 كوكب عطارد رح يكون هو ضيفنا، هو نجمنا يلي ممكن متابعته، حتى نحن عم مجهزين حالنا لنرصده بالتلسكوبات ونتابعه وندرسه، لانه ما بتتكرر هي الفرصه كثير انه نشاهد كوكب اللي هو اقرب كوكب للشمس، كوكب صعب اساسا رصده انه نقدر نتابعه. في ظواهر فلكيه إلى اثار على المنطقه والمناخ؟ ابدا، هي غير البقع الشمسيه اللي عم تندرس بشكل كثير كبير، واللي هي متوقع انه تكون بصراحه الاهتمام، مصب اهتمام العالم بعام 2023 مو متوقع يكون في غير هالبقعة الشمسية اي تأثير اخر، اللهم الا اذا صار شيء مفاجأة. تمام، مفاجأة. طيب خلينا بالوقت المتبقي بس نضوي على أنشطة الجمعية الفلكية السورية، مشاركاتكم عربيا وحتى محليا. تمام، بعام 2023 كمان نحن مستعدين للبقاء وترك بصمة بالاتحاد الدولي للفلك، نحن دخلنا بالاتحاد الدولي للفلك لنبقى ونعطي رسالة كثير قوية. بعام 2023 رح نسلط الضوء على موضوع مشروع الفلك الصغير، هذا المشروع الهام جدا، رح نستمر فيه دعم الأطفال، تعليمهم، تطوير مهاراتهم، هذا من أهم المشاريع يلي الجمعية عم تطمح له، إضافة لهالشيء تطوير خلينا نسميها البنية التكنولوجية للجمعية بحيث نطور تلسكوباتنا لنقدر حتى نحن نكتشف كواكب خارج المجموعة الشمسية بعد تدمر أوغاريت نجم إبلا. الآن نحن نستعد لفيحاء الشام وحلب الشهباء وفيحاء الشام الآن نستعد لهالكوكبين، رتبنا أمورنا ب 2023، متوقع أن يكون إن شاء الله إذا تم الأمور على خير أن يصير عندنا كوكب ونجم فيحاء الشام وحلب الشهباء. أكيد دائما في نشاطات وإنجازات بالجمعية السورية الفلكية. أكيد نشكرك الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية على وجودك معنا، شكرا كثير. يسعد صباحكم، صباح الخير. أهلا وسهلا.